فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن يصلون في دوائرهم أن يجمعوا مع وجود المطر في وظائفهم؟ نعم. أما إذا كانوا يعرفون أن الناس في البلد سيجمعون فلا بأس أن يجمعوهم من أجل تحصيل الجماعة، لأن الجمع لتحصيل الجماعة جائز. وأما إذا كان أنهم يعرفون أن الناس لن يجمعوا فترك الجمع هو الحق. أي لا، إذا كان كذلك فلا يجمعوا، يعني لو قدر أن عملهم يستمر إلى دخول وقت العصر فلا يجوز الجمع، إذ أن الجمع ليس للمطر ولكن للمشقة بالمطر، ليس كالسفر، وإنما هو المشقة. ولهذا لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليهم في ترك الجمع إذا كان يشق عليهم صلاة كل وقت، نعم إذا كان يشق عليهم أن يصلوا في كل وقت.